من جانبه اعتبر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن لمصر الحق المطلق في تعزيز وتقوية الإنشاءات على حدودها مع قطاع غزة، مشددا على أن تهريب السلاح عبر الأنفاق اعتداء مباشر على السيادة المصرية. الحكومة هي تعتقد أن مسألة حماية أمنها وحدودها هي مسألة سيادة ومسؤولية وواجب لا يمكن لأحد أن ينازعها الحق فيه.